الانبعاثات الكربونية في هذه الجزيرة 0%، لأن وسائل التنقل عبارة عن الدراجات الهوائية وعربات الخيول. ماكينة آيلاند هي جزيرة في ولاية ميتشيغان، عدد سكانها يتراوح ما بين 500 إلى 600 شخص. في عام 1901 تجمع عدد السكان وقالوا احنا ما نبغى السيارات تدخل هذه الجزيرة لأنها تسبب الخوف والذعر للخيول. وسيلة انتقالك لهذه الجزيرة هو البوت عبر النهر، وسعر التذكرة 30 دولار للشخص الواحد. فيها مطار لكن للأسف يخدم الطيران الخاص فقط لا غير. بغض النظر عن تاريخها، لكن عربات الخيول أدت الجزيرة هذه طابع مختلف. تخيل أنت حتى شركات بضائع الشحن تنقل بضائعها من خلال العربات. هذا مجمع المدارس اللي موجود في هذه الجزيرة، عدد الطلاب فيه 63 طالب فقط لا غير، والمدرسين 9.